الصفقات العقارية ما تغيرت كثير الأسبوع الماضي. متوسط سعر بيع العقارات انخفض إلى 19.3% تقريباً مقارنة مع متوسط سعر البيع الأسبوع اللي قبله. متوسط سعر بيع العقارات في الأسبوع الماضي 254 ريال للمتر المربع، بينما كان في الأسبوع اللي قبله 315 ريال. جرى الأسبوع الماضي تنفيذ 6643 صفقة عقارية بقيمة 7.56 مليار ريال مقابل 6321 صفقة بقيمة 5.6 مليار ريال بالأسبوع اللي قبله. خلال الأسبوع الماضي تم تداول 29,717,860 متر مربع من العقارات بجميع مناطق المملكة الأسبوع الماضي مقابل تداول 20,610,068 متر مربع خلال الأسبوع اللي قبله. هالأسبوع استمرت سيطرة أحياء الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى المملكة مع دخول لحي الواحة بجدة للمنافسة. حي النرجس بالرياض تصدر القائمة ب 137 صفقة، وجاء حي نمار بالرياض بالمرتبة الثانية ب 127 صفقة، فيما احتل حي الخير بالرياض المرتبة الثالثة ب 124 صفقة، وحجز حي الرمال بالرياض المرتبة الرابعة ب 89 صفقة، وحي الواحة بجدة جاء بالمرتبة الخامسة ب 88 صفقة.